انا. ايه ده، انت شكلك وحش قوي، انت مالك مسلوعه كده ليه؟ ده اسمه تنمر. بيتريقوا عليا كتير قوي وانا صغيره على الطول، في اساءه، في تريقه، بلطجي الشله وعايز يبين قوته بان هو يهين اللي حواليه. كمان عايز اوجه رساله لكل اب وكل ام، انك تصاحب ابنك وتصاحب بنتك، لانه في الوقت ده مهم جدا 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 ان الطفل يحكي اللي اتقال له، يحكي اللي حصل له. اوعى حد ياثر فيك، ثق في نفسك. انا تعرضت للتنمر، انا ضد التنمر. تم اطلاق هاشتاج انا ضد التنمر. التنمر زي ما احنا شفنا كارثة بتحصل في المدارس، يمكن احنا ما كناش فاهمين ده عبارة عن ايه بالظبط، وفي اهالي كانت بتتعامل مع الموضوع ومدرسين واخصائيين اجتماعيين بيتعاملوا مع الموضوع للاسف الشديد على انه لعب عيال. التنمر زي ما احنا شفنا عباره عن ايذاء نفسي من مجموعه من الاطفال لطفل معين داخل المدرسه بسبب شغله والده، بسبب شكله، بسبب هو رفيع شويه، مليان شويه، عنده اي مشكله، حاجه فعلا يعني. حتى في ناس كانت بتبقى عندها مثلا مشكله في الكلام او كده، او بيتهتهوا شويه بيزودوا عندهم المشكله دي. انا الحقيقه شفت يعني مشاكل كبيره جدا حصلت بسبب التنمر، لدرجه ان في بنت في المدرسه رمت نفسها من الدور السادس بسبب موضوع التنمر ده. التنمر جريمه بتحصل جوه المدارس، احنا كلنا لازم نحاربها، وكلنا هنعرف دلوقتي بالظبط نحاربها ازاي واسمع ايه من الولد احس ان في خطر. خلونا ندخل في الموضوع على طول ونكلم دي.